أشرف رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز صباح اليوم في نواديبو على إطلاق النسخة الثانية من منتدى استثمر في نواديبو 2018، وينظم المنتدى من طرف سلطة منطقة نواديبو الحرة هذا العام تحت شعار دور الخدمات اللوجستية للموانئ في تطوير قطاع الصيد البحري. في جو ساحلي بهيج استهل رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز نشاطاته في نواذيبو بزيارة مقر تنظيم ثاني منتدى دولي من نوعه حول الاستثمار تحتضنه المدينة. رئيس منطقة نواذيبو الحرة السيد محمد للداف أشاد في كلمة ترحيبية برئيس الجمهورية بالجهود المقام بها لتشجيع الاستثمار في المنطقة، مؤكدا أن النتائج التي تمخضت عنها النسخة الأولى من المنتدى كانت إيجابية. رئيس الجمهورية قطع شريط الرمزي لنسخة المنتدى الثاني تحت عنوان استثمر في نواذيبو ليدرف سيادته إلى أجنحة المعرض المنظم على هامش التظاهرة. هنا تلقى سيادته شروحا مفصلة قدمها ممثل الشركات الوطنية والدولية التي حضرت بكثافة بحثا عن موطئ قدم لها في هذه المنطقة الغنية بمواردها وبفرص الاستثمار فيها. وتنوعت عناوين الشركات الممثلة في المعرض، حيث حضرت شركات الشحن البحري وممثليات كبريات شركات البناء والعمران وأخرى تمثل مجالات الاستثمار في الصناعة والسياحة والصيد. وتساءل رئيس الجمهورية عن ماهية هذه الشركات وعما ستقدمه من خدمات بما يضمن تحقيق الأهداف المرسومة لهذه المنطقة. وأبدى المستثمرون ارتياحهم للظروف التي يعملون فيها، خصوصا لجهة القوانين المشجعة والبنية التحتية التي تتوفر عليها نواذيبو، ليغادر رئيس الجمهورية وسط حفاوة كبيرة. وفي كلمته بمناسبة إطلاق النسخة الثانية من منتدى استثمر في نواذيبو 2018، استعرض رئيس سلطة منطقة نواذيبو الحرة الحصيلة التي حققت المؤسسة خلال السنوات القليلة الماضية. الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. وقام السيد رئيس الجمهورية، السادة الوزراء، السيد الوالي، السادة السفراء، السيدات والسادة المنتخبون، السيد رئيس قرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية، السيد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتاني، ضيوفنا الكرام، أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بادئ ذي بدء، وبمناسبة تشريفكم لنا بحضوركم هذا الحفل البهيج والمنظم لافتتاح فعاليات النسخة الثانية من المنتدى الدولي للاستثمار في المنطقة الحرة بنواذيبو، اسمحوا لي أن أعبر لكم عن عظيم فرحتنا وسعادتنا وأنتم تشاطروننا أحداث هذا اللقاء الهام، فأهلا وسهلا بكم في مدينة نواذيبو. فخامة رئيس الجمهورية، تنظم النسخة الثانية من هذا المنتدى تحت رعايتكم السامية بعد النجاح والصدى الكبيرين اللذين ميزا النسخة الأولى إثر إشراف فخامتكم شخصيا على انطلاقتها كأول حدث من نوعه يخصص للتعريف بمقدرات المنطقة الحرة بنواذيبو، ويوفر فرصا ملائمة لإبرام الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين محليين كانوا أو دوليين. كما يعتبر حضوركم لهذا اللقاء لفتة كريمة تعبر مدى اهتمامكم بتنمية القطاع الخاص الوطني وخلق أحسن الظروف لنجاحه، ولا أدل على جدوائية هذا النهج وسلامة المقاربة المتبعة من الحضور المتميز للعشرات من كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال البنى التحتية المينائية والنقل البحري، وكذا رجال الأعمال الوطنيين بالإضافة إلى كبريات الشركات المعتمدة في المنطقة الحرة بنواذيبو. وقد أخترنا دور الخدمات اللوجستية في تنمية قطاع الصيد كعنوان لقائنا هذا العام، وذلك لتسليط الضوء على ما يجب عمله في هذا المجال تذليلا لعقبات ومعوقات حالت عقودا من الزمن دون توطين القيمة المضافة لذروتنا السمكية وتعميم الاستفادة منها. فخامة رئيس الجمهورية، أيها السيدات والسادة، بعد أقل من 5 سنوات على انطلاق منطقة نواذيبو الحرة ووضع اللبنات الأولى الضرورية لتحقيق الطموح المتمثل في الرقي بنواذيبو وجعلها مدينة مينائية من مستوى عالمي، يظهر بجلاء أن الحصيلة التي سجلتها سلطة منطقة نواذيبو الحرة تحت رعايتكم السامية تعتبر مرضية إلى حد بعيد وعلى جميع المستويات، وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية المضطربة والصعوبات الطبيعية التي تصاحب أي إصلاح يرمي إلى خلق تحول هيكلي ونوعي كالذي أردتم يا صاحب الفخامة لهذا القطب الاقتصادي الواعد. فبفضل متابعتكم المباشرة وتوجيهاتكم السامية
ظلت سلطة منطقة واديبو الحرة تعمل طيلة الفترة الماضية على محورين أساسيين. فمن جهة كان توفير أحسن الظروف لاستجلاب الاستثمارات الخارجية المباشرة والرفع من نوعية الخدمات المتاحة شغلنا الشاغل من خلال تطبيق قوانين تم سنها بغية خلق حوكمة ملائمة لمتطلبات هذا التحدي الكبير في ظل منافسة كبيرة من مناطق اقتصادية خاصة أخرى. أما المحور الآخر فكان التحضير المستمر لمحفظة المشاريع الهيكلية التي يعتبر إنجازها شرطا لإزاحة المعوقات الهيكلية على طريق النهوض من واديبو إلى مصافي المناطق الحرة العالمية وإتاحة الاستفادة مما يميزها من مقدرات وخصوصيات طبيعية لموقعها. فخامة رئيس الجمهورية، تتجسد حصيلة العمل في المحور الأول في النمو المطرد والحيوية الاقتصادية التي شهدتها المدينة منذ إعلانها منطقة حرة وتقسيمها إلى أقطاب متخصصة أعطت لكل حيز من أرض واديبو طابعا اقتصاديا متميزا كالقطب السياحي والقطب الصناعي إلى آخره، مما مكن من إعادة هيكلة المدينة ومهد لتطبيق المخطط التوجيهي العملي والمعتمد في أولى جلسات المجلس الأعلى للتوجيه الاستراتيجي للمنطقة الحرة بن واديبو المنعقد تحت رعايتكم السامية. إن هذه الحركية الاقتصادية والنهضة العمرانية التي تشهدها المدينة تؤكدها الأرقام والمؤشرات يا فخامة الرئيس التي تم تسجيلها في الفترة المنصرمة. فعلى سبيل المثال تم استحداث أزيد من 1200 وظيفة عمل مباشرة في المشاريع المعتمدة فقط في منطقة واديبو الحرة، وتجاوز حجم الاستثمارات الخاصة 600 مليون دولار أمريكي حتى شهر سبتمبر 2017. كما كانت الزيادات المتوالية في رقم أعمال الشركات المسجلة في المنطقة الحرة مؤشرا واضحا وموضع اطمئنان على جدوائية الرؤية المتبعة لاستغلال هوامش وفرص كانت ضائعة إلى الأمس القريب. وعلى مستوى البنية التحتية الداعمة للمنطقة الحرة، فإن استفادة المؤسسات المنائية من جو النمو الاقتصادي المسجل كانت جد إيجابية، حيث سمحت لميناء الصيد التقليدي بتحسين ودعم توازنه المالي، مما سيسهل دون شك بلوغ الأهداف التي رسمتها توجيهاتكم السامية والرامية إلى إحداث نقلة نوعية في هذا المرفق العمومي الهام. أما بالنسبة لميناء واديبو المستقل، فإن زيادة عدد الحاويات المناولة في هذا الميناء بنسبة تزيد على 100% ما بين سنتي 2014 و2017، لخير برهان على النهضة الاقتصادية التي عرفتها مدينتنا المينائية خلال الفترة المذكورة، كما يدل وبوضوح على حجم الهوامش التي أتاحت استغلالها حوكمة المنطقة الحرة وتحفيزاتها الملائمة لجذب الاستثمارات. وفي مجال البنى التحتية الطرقية، فقد كان تدخلنا يتركز من جهة على ربط القطبين السياحي والصناعي بالشبكة الطرقية للمدينة وتزويد كل منهما بشبكة طرقية داخلية تحسن من انسيابية الحركة داخله وتؤسس لعصرنته ومواكبة النمو المنشود. ومن جهة أخرى تم فك العزلة عن أحياء من المدينة. هذه الجهود التي مكنتنا خلال أقل من 4 سنوات من زيادة طول الشبكة الطرقية المعبدة لمدينة واديبو بنسبة فاقت 63%. أما على صعيد التحضير للمشاريع الهيكلية وبعد انتهاء دراسات الجدوى لمشاريع ميناء مياه الأعماق ومطار واديبو الجديد والقطب التنافسي للصيد، فقد عرف مسار وتهيئة مشروع ميناء مياه الأعماق تطورا كبيرا بفضل توجيهاتكم، حيث سيتم التوقيع بالأحرف الأولى على العقد التجاري لبناء هذا المرفق الاستراتيجي الكبير بمناسبة هذا المنتدى مع إحدى أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال تشييد الموانئ، على أن تبدأ الأشغال في هذه المنشأة قبل نهاية العام الجاري بحول الله. إن هذه المنشأة المنائية التي أثبتت الدراسات جدوائيتها الاقتصادية المرتفعة والمتميزة بخصائص فنية عالية كالعمق على سبيل المثال الذي سيصل إلى 18 متر عند الرصيف التجاري، ستمكن من تغيير الخارطة التجارية في شبه المنطقة بصورة جذرية، وسترفع دون شك من تنافس قطاعات أساسية في اقتصادنا كالصيد والمعادن والتبادلات التجارية التي عانت الركود بسبب ارتفاع تكاليف النقل البحري الناجمة مباشرة عن ضعف الطاقة الاستيعابية للموانئ الحالية، والتي حرمت واديبو من معظم أساطير النقل البحري والسفن صيد الأعماق إلى اليوم. فخامة رئيس الجمهورية، أيها السيدات والسادة الحضور الكرام، بالإضافة إلى ما تشكله الحصيلة الآنفة ذكر المنطقة الحرة من برهان على صواب الرؤية التي كانت لكم يا صاحب الفخامة الشجاعة في تحقيقها بعد أن عجز البعض
عنها وشكك البعض الآخر في إمكانيتها، ها هي بوادر التحول المنشود تبدو بفضل تصميمكم على نجاح هذا المشروع الهام، وكل ذلك دون عبء مالي. ولا أدل على ذلك من الارتفاع المتزايد منذ 2014 وحتى اليوم في عائدات الدولة الجبائية والجمركية على مستوى مدينة وادبو، بالرغم من التحفيزات والإعفاءات الفعلية التي يوفرها نظام المنطقة الحرة، وكذا الارتفاع المتوالي سنة بعد أخرى في الموارد الذاتية لسلطة المنطقة الحرة لنوادبو وعدم لجوئها لموارد الخزينة العامة للدولة منذ سنة 2015. فخامة رئيس الجمهورية، اسمحوا لي وبمناسبة زيارتكم لمدينة نوادبو والتي ستكون دون شك فرصة لتحسين أداء المرافق العمومية المزورة في إطار حرصكم الدؤوب على حسن تسييرها والرفع من نوعية خدماتها، اسمحوا لي أن أقدم من باب التذكير مقارنة بوضعية نوادبو قبل العشرية الماضية وما شهدته من تنمية في كنف اهتمامكم بها يا فخامة الرئيس، وتفاديا للإطالة ستنحصر هذه المقارنة في المجالات الحيوية التالية. ففيما يخص الطاقة الكهربائية، لا تنسى ذاك ساكنة نوادبو ومن كان فيها من فاعل اقتصادي آنذاك الوضعية المتردية في توفير هذه الخدمة الأساسية، والتي وصلت إلى اللجوء سنة 2007 إلى إيجار مولدات كهربائية مستجلبة وربطها بمراكز التوزيع الكهربائي المنتشرة بالمدينة. في ظل حالة عجز في الطاقات الإنتاجية الكهرباء حولتموه اليوم يا فخامة الرئيس إلى فائض يزيد على حاجيات المدينة من خلال وصول الطاقة الإنتاجية إلى 3 أضعاف ما كانت عليه قبل 10 سنوات. ليس هذا فقط، بل وأسستم لأسباب تضمن عدم تكرار هذا العجز من خلال البدء في أشغال مشروعين عملاقين هما محطة بولينوار الهوائية ذات قدرة 100 ميجاوات وخط الربط الكهربائي عالي الجهد 225 كيلو فولت بين نواكشوط ونوادبو. وفي مجال توفير المياه الصالحة للشرب، فإن منتوج محطة تحلية مياه البحر قيد التنفيذ حاليا سيمكن من تأمين توازن العرض والطلب على الماء لعدة سنوات قادمة من خلال مضاعفة الطاقة الإنتاجية من جهة، بالإضافة إلى كون هذا المشروع يشكل إنجازا هاما في سبيل تنويع مصادر التزويد بالماء الشروب وترشيد استهلاك المصادر الجوفية من جهة أخرى. وفي مجال الموانئ، ستبقى توسيعات موانئ شحن خامات الحديد نوادبو المستقل من الصيد التقليدي التي دشنتموها معالم فريدة يشهد لكم بها تاريخ هذه المرافق منذ إنشائها، وميزة خاصة ميزت العشرية الماضية كما ميزتها الحلول الجذرية لمشاكل التزويد بالماء والكهرباء الآنف تذكر، ومهدت كلها الطريقة إلى تنمية واعدة على مستوى مدينة نوادبو كغيرها من مناطق البلد التي لا يختلف اثنان على النهضة التي شهدتها في عهدكم. فخامة رئيس الجمهورية، السيدات والسادة الحضور، قبل أن أختم كلمتي هذه اسمحوا لي أن أتقدم بجزيل الشكر إلى جميع ضيوفنا الكرام الذين تحملوا أعباء السفر إلى نوادبو لمشاركتنا هذا الحدث الخاص الهام، خاصة الوافدين من الخارج، وأخص بذكر أشقائنا من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في المملكة الأردنية الشقيقة والمنطقة الحرة في طنجة بالمملكة المغربية الشقيقة. كما أشكر رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين ووفديهما على مشاركتهم المتميزة في فعاليات هذا المنتدى لأول مرة. الشكر أيضا موصول للمؤسسات المالية الحاضرة معنا اليوم وجميع شركائنا في التنمية، خاصة مجموعة البنك الدولي على مساهمتها الكبيرة بتنظيم النسخة الثانية من منتدى الاستثمار بالمنطقة الحرة بنوادبو، كما أشكر شركاء المنتدى من فاعلين ساهموا في إنجاح هذه النسخة. وفي الختام أتقدم لكم يا فخامة رئيس الجمهورية بجزيل الشكر وعظيم الامتنان على تشريفكم لنا في هذا الحدث المتميز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويعتمد برنامج عمل النسخة الثانية من منتدى استثمر في نوادبو 2018 على عدة أنشطة، من بينها ورشات متخصصة يستعرضها لنا في التقرير التالي الزميل الفاقة والشيباني. الندوة الأولى من ملتقى رجال الأعمال بالمنتدى الدولي للاستثمار المنظم من طرف وسط منطقة نوادبو الحرة استعرض التعريف بالمنطقة الحرة والمنظومة القانونية المحفزة التي توفرها للمستثمرين في حيزها الجغرافي، مستعرضة ما تم تحقيقه داخل هذا المشروع الذي أطلقه رئيس الجمهورية في 24 يوليو 2013.
لقاء أتاح فرصة حضور عدد من المستثمرين الوطنيين بهدف التعرف على آفاق الاستثمار في عدة مجالات من بينها الصيد والاقتصاد البحري. بالنسبة لنا هو ملتقى تعارفي بين رجال الأعمال المحليين والأجانب، وبالتالي بالنسبة لنا نختاروه لا يتكرر ويزداد ويتوسع حتى إن شاء الله يشمل على أن نعرفه بالفرص الاستثمارية الموجودة في موريتانيا كاملة من خلال المنطقة الحرة. منتدى الواديب الاستثمارية الذي اتخذ من تطوير اللوجستيك والمواني شعاره لهذا العام بدأ يستقطب اهتمامات من طرف الشراكة جنوب جنوب. هذه مناسبة باش نبدلوا تجربة ما بين المناطق الحرة ديال الواديب والمنطقة الحرة ديال طنجة المتوسط بالميناء ديالها، وكذلك كنبدلوا تجربة ما بين المهندسين ديالهم والمهندسين ديالنا، واللي تمكننا وتعطينا طموح كبيرة باش نقدروا نتعاملوا ما بيناتنا احنا بجوج ان شاء الله باش ننميو القدرة التجارية ما بين البلدين، المملكة المغربية وموريتانيا. ممثل الشركات الأجنبية والمستثمرون الأجانب من أكثر من 20 دولة تحدثوا عن سعادتهم بوجودهم في فضاء المنطقة الحرة وما اطلعوا عليه من فرص الاستثمار والامتيازات. Que lleva trabajando en los puertos de Nouakchott y Nouadhibou 15 años. نحن نعمل منذ 15 سنة في موريتانيا. في الحقيقة إننا سعداء بهذه المشاركة الثانية من نوعها في منتدى الواديب. نشكر منطقة الواديب الحرة على احتضان هذه التظاهرة، كما نشكرهم على دعوتهم لنا باعتبارنا شركاء، ونقدر ما تحقق من إنجازات على مستوى المنطقة الحرة في الواديب. أشغال ملتقى رجال الأعمال بالمنتدى الاستثماري تدوم على مدى يومين، ومن شأن توصياتها ترقية وتنمية المقدرات التي تتوفر عليها نواديب وقابليتها لاستيعاب مجموعة واسعة من الأنشطة المختلفة. وتدوم أشغال منتدى استثمر في نواديب 2018 يومين بمشاركة 300 مستثمر من 20 جنسية مختلفة. سيمكنها المنتدى من اكتشاف فرص الأعمال التي يتيحها البرنامج التنموي المطبق لدى منطقة نواديب الحرة. نتابع في مالي ورقة فنية عن هذا المنتدى الاقتصادي مع سمير المختار بابا والأحمد. المنطقة الحرة مصطلح عصري دخل منظومة الاقتصادية بفكرة رائدة وإرادة جادة من رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز، الذي أدرك أنه آن الأوان أن تواكب موريتانيا التجارب الاقتصادية الناجعة عالميا، فأعلن مدينة نواديب منطقة حرة، وهو الإعلان الذي شكل عام 2013 بداية تحول مفصلي لهذه المدينة الساحلية المطلة باستحياء على الشاطئ الأطلسي، حيث عملت الدولة منذ ذلك التاريخ على وضع الأسس القويمة لأهم المعالم الجغرافية والبنيوية التي تعتبر محركا ديناميكيا واقتصاديا لأي استثمار مهما كانت مجالاته وطبيعته. وقد تركزت جهود الحكومة في هذا الإطار على وضع منظومة متكاملة لتسريع وتيرة العمل في الميدان والكشف في الميدان أيضا عما تزخر به هذه المنطقة من مقومات تشجع الاستثمار وتجذب المستثمرين. ولأن المشروع يحتاج إلى آلية لترقية الاستثمارات وإلى تسويق مستمر للفرص المتاحة، استحدثت سلطة منطقة نواديب الحرة موعدا سنويا يحمل عنوان استثمر في نواديب. تنظم المنطقة الحرة سنويا منتدى بعنوان استثمر في نواديب لإتاحة الفرصة لتلاقي هذه المستثمرين الأجانب المستثمرين للولوج لفرص الاستثمار في نواديب، لتلاقيهم مع فرص الاستثمارات والمشاريع ذات الدخل العالي. في هذه النسخة الثانية 2018 والتي ستأخذ يومين ستشارك فيها أكثر من 100 مشارك جنسيات مختلفة وأكثر من 100 فاعل اقتصادي وطني.
النسخة الثانية من منتدى الاستثمار في نوادي بو ستركز على عرض المخطط التنموي الشامل للمنطقة الحرة، وذلك من خلال ورشات عمل مشتركة ولقاءات حوارية مفتوحة بين المستثمرين الوطنيين ورجال الأعمال العالميين. في هذه النسخة سيتم العمل في ثلاث مواقف أو من ثلاث ورشات. ورشة أولى هي عرض المؤسسات العاملة في نوادي بو في مجال الخدمات اللوجستيكية في القطاع الصيد البحري، كذلك عرض للشباك الموحد لخدمات العامة المتوفرة في المنطقة الحرة لتسهيل وتبسيط التعاملات للمستثمرين في المنطقة. وكما هو الحال في النسخة الأولى، يتوقع من منتدى 2018 التوقيع على بروتوكولات تعاون مثمرة بين كبريات الشركات العالمية والمؤسسات الوطنية التي تدخل في مشروع تطوير وعصرنة أول منطقة حرة أنشئت في الجمهورية الإسلامية الموريتانية. عرفت مدينة نوادي بو نهضة عمرانية وتطورا في مشاريع البنية التحتية خلال العام المنصرم، وجاءت هذه المشاريع ترجمة للتوصيات التي تمخضت عنها النسخة الأولى من منتدى الاستثمار في وقت يتطلع فيها المستثمرون إلى أن تكشف النسخة الثانية عن محفظة مشاريع جديدة. نتابع في مالي التقرير الزميل سعيد والحبيب حول هذا الموضوع. نوادي بو أرخبيل يسبح في محيط اقتصادي واعد عند مثل طرق التجارة والاستثمار بين أوروبا وإفريقيا. التنمية هي رافعة المنطقة الحرة التي فتحت ذراعيها أمام المستثمرين عبر بنى تحتية شاملة الطرق والموانئ والعمران والسياحة. فعلا وجه الله يقل نوادي بو فعلا تطور المنطقة الحرة ما بعخلت شياسة من العمل جبار. نوادي بو اليوم فعلا فتبارك الله تطور الأضواء وطور في التبادل ما شاء الله متنظم تماما، اذا فعلا ما كان خالي. تحولات جذريه تعززت عبر توسيع شبابيك الاستثمار امام الراغبين في ذلك، ليجد رجال الاعمال واصحاب المبادرات الوطنيون والاجانب فرصتهم هنا عبر منتدى اقتصادي انعقدت نسخته الاولى العام الماضي. جينا من المغرب هاد السنه في منتدى انفست ان نوادي بو، احضرنا اخر ما يوجد في التكنولوجيا العالمية. قمنا بتعديل ويب سايت بآخر تكنولوجيات اللي يقدم معلومات عن المنتدى. اللي صرني أولا نقدم يعني من المستثمرات الأوائل اللي شاركوا في الاستثمارات في المنطقة الحرة، ودعم إن شاء الله هو المنطقة في موكب الاستثمارات اللي في البلد، وكانت تجربة من أحسن التجارب إن شاء الله، ما قطعنا رأينا فيها أي عراقيل. أول الطريق خطوة. الخطوة الأولى كانت بناء منشآت حديثة داخل مدينة نوادي بو وتوفير بنى تحتية للاستثمار. الخطوة الثانية هي في المنتديات التي تشهدها مدينة نوادي بو. المنتدى الأول قطع خطوات باتجاه استثمارات واعدة في هذه المدينة. الملتقى الأول للاستثمار مكن من جلب المزيد من رجال الأعمال الذين بدأ بعضهم في حيازة الأراضي لتنفيذ مشاريع استثمارية ميدانية. استثمر في نوادي بو هو شعار المنتدى الثاني، تتطلع فيه المدينة إلى آفاق أوسع ضمن طموحات كبرى قد تعجل بجني المردودية الاقتصادية من المنطقة الحرة. سعيد الحبيب للموريتانية، نوادي بو. وضمن برنامج زيارته لمدينة نوادي بو، تفقد رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز صباح اليوم الشركة الوطنية لصناعة السفن الموريتانية، واستمع إلى شروح حول المهام التي تطلع بها هذه الشركة. وتجول رئيس الجمهورية في مختلف أقسام هذه الشركة وتفقد سير العمل بها. وعقد رئيس الجمهورية اجتماعا مع إدارة وعمال شركة الوطنية لصناعة السفن الموريتانية بقاعة الاجتماعات بهذه الشركة، وتم خلال الاجتماع طرح المشاكل التي يعاني منها العمال وآفاق عمل الشركة ودورها في تزويد الصيادين التقليديين بزواريق وطنية حديثة تتمتع بالمواصفات الفنية المطلوبة.
وقد نشئت الشركة الوطنية لصناعة السفن عام 2014، وتتمثل مهمتها في صناعة السفن الحديثة وإصلاحها وصيانتها. وقد تمكنت هذه الشركة منذ إنشائها من صناعة 49 سفينة وتوفير العديد من فرص العمل. الشركة الوطنية لصناعة السفن الموريتانية تترجم اهتماما خاصا من السلطات العليا في البلد بضرورة تجديد وعصرنة أسطول الصيد التقليدي في عاصمة الاقتصادية. وقد باشرت طواقمها الفنية قبل 4 أعوام تقريبا العمل في أجنحتها المختلفة على تموين السوق بسفن محلية بحتة أصبحت بمواصفاتها الفنية قادرة على المنافسة. الشركة تم إنشاؤها في 2014 من أوامر رئيس الجمهورية، والهدف الأساسي منها هو صناعة السفن بالأيادي الموريتانية من أجل خلق فرص عمل للمواطن الموريتاني. هي شركة فيها هون في المصنع تقريبا على حوالي 120 عامل، وفي المشروع حتى الآن منذ إنشاؤه قد خلق زيادة من 500 فرصة عمل. يمر هيكل السفينة داخل هذا المصنع بعدة مراحل، تبدأ بتحضير الألياف الزجاجية ثم التصميم الذي يتناسب مع حركية البحر واتجاهات الرياح، وتنتهي السفينة على الشاطئ حيث تبدأ مرحلة أخرى. طريقة تسليم المواطن طريقة استفادته منها أنه يستلمها مرحلة أولى بدفع 30% من السعر الإجمالي للسفينة، ويتم إعفاؤه 6 أشهر بدون دفع للشركة، ومن بعد ذلك يقسم للمبلغ المتبقي العامين أي 24 شهر بإملاءات من رئيس الجمهورية، أن أي شيء لا يسهل للمواطن استخدام واستهلاك هذه السفينة أنه يعدل بطريقة شفافة بطريقة نزيهة. والأكثر من هذا أن الموريتاني اليوم المواطن الموريتاني يحس اليوم أنه يصطاد ثروة الوطنية سفن وطنية بأيادي وطنية. تتميز السفن الموريتانية عن غيرها بخصائص كانت ضرورية. السفن اللي نقعدهم السفن ميدي الموريتاني مع عدة شركة سينم، السفن كاباسيتيهم يردوا 4 أطوان من الحوت، ويقدروا يفوتوا أسبوع أثنين في البحر ما عندهم مشكلة، وصالحين الملاحة في المياه الموريتانية كاملة، ومواصفاته الفنية زينة ملائمة لسلوكنا احنا الموريتانيين، وتقدر الناس تشتغل فيهم في ظروف سكن مريحة، وفيهم روايات ما كانوا اصلا متوفرين في هذه الزوارق الصغيرة. منذ تدشينها عام 2014 إلى اليوم استطاعت هذه المؤسسة اعتمادا على خبرات أبناء الوطن تزويد السوق بحوالي 50 سفينة من الحجم المتوسط الأكثر رواجا، وثمة طموح بأن العدد سيتضاعف من السفن التي تحمل لأول مرة طابع صنع في موريتانيا. واختار أبو الأحمد لقناة الموريتانية نواذيبو. ودائما في إطار زيارته لمدينة نواذيبو، تفقد رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز صباح اليوم مؤسسة ميناء خليج الراحة، حيث اطلع على مختلف التجهيزات التي تتوفر عليها هذه المنشأة، واستمع إلى شروح عن سير العمل ومختلف المهام المنوطة بها. وعقد رئيس الجمهورية اجتماعا مع إدارة وعمال مؤسسة ميناء خليج الراحة، تم خلاله استعراض آفاق عمل المؤسسة والمشاكل المطروحة على عمالها والحلول المقترحة لها وسبل تعزيز دورها في الدفع بأنشطة الصيد التقليدي خدمة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة نواذيبو الحرة. وتعتبر مؤسسة ميناء خليج الراحة من بين أهم المنشآت الاقتصادية في مدينة نواذيبو، حيث يزاول العمل فيها 36,000 عامل. نتابع في مالي ورقة فنية عن هذه المؤسسة. تعد مؤسسة ميناء خليج الراحة المعروفة محليا بميناء الصيد التقليدي في مدينة نواذيبو الرافعة التنموية في مجال تطوير أنشطة الصيد التقليدي والشاطئي، حيث يوفر هذا القطاع ما يزيد على 50,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وتتولى هذه المنشأة المينائية التي يعود إنشاؤها إلى سنة 1996 توفير وتقريب مجمل الخدمات الأساسية لصالح الصيادين التقليديين إسهاما في تطوير الصيد التقليدي والشاطئي والدفع به في الدورة الاقتصادية الوطنية. ويتوفر الميناء على مراسي وساحات ومخازن للحفظ والتبريد وورشات للإصلاح وصيانة السفن، فضلا عن سوق للسمك ومخازن للتبريد والتبريغ ومرافق عمومية وتجهيزات لمكافحة الحرائق. وتبلغ الطاقة الحالية لهذا الميناء في مجال التفريغ ما يزيد على 160 ألف طن من المنتجات البحرية، فضلا عن آفاق تنموية في مجال زيادة القيمة المضافة للصادرات البحرية من مختلف النوعيات خاصة الأخطبوط ذوي الأذرع الثمانية. الأنشطة المرتبطة بالصيد التقليدي متواجدة في محيط واحد، ما أدى لظروف العمل جيدة لأن أصبح هناك عنوان لبحث عن العمل، وعاد يزيد ذاك من مردودية القطاع بصفة عامة. وعندنا خطط مستقبلية للتنمية فيها مع التعاون الألماني فيها تبليط جميع منشآت الميناء. توسعة ميناء الصيد التقليدي التي تم إنجازها سنة 2016 مكنت من زيادة مساحته إلى 150 ألف متر مربع بتمويل من التعاون الياباني لبلادنا، جاءت تلبية للحاجات الملحة بعد زيادة عدد الزوارق إلى 5000 زورق. وقد شمل مشروع توسعة ميناء الصيد التقليدي بناء أرصفة ومراسي واستصلاح حواجز وتعميق منطقة المرسى بعمق 2.5 مترا في إطار استراتيجية تهدف أساسا إلى زيادة قدرة الاستقبال في أفضل ظروف الأمان، أمر كانت له انعكاسات على المتعاملين في مجال الصيد التقليدي خاصة أصحاب زوارق الصيد الشاطئي. سياسه الخدمات هون ما شاء الله تعد الناس لجميع اشكال خدمات كامله هون وفرتها الدوله جزاها الله خيرا. الناس ما شاء الله عايشه في القطاع مجال الصيد ومجالات الاخرى كامله، وان شاء الله هذا بور نظام فيه جيد، عمل فيه جيد، والتوسعه مهمه. طاتنا ياسم ندبركو قواربنا ولا عندنا مشكله ونظام بور زين ما شاء الله. ويعول على هذه المنشآت المينائية للصيد التقليدي والشاطئي في تطوير وتنمية أنشطة الصيد البحري في ظل توفر الظروف الصحية والبيئية الملائمة في فضاء منطقة وادي الحرة بعد الحصول على شهادة الجودة العالمية. كما تفقد رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز زوال اليوم ضمن برنامجه زيارته لمدينة وادبو ميناء وادبو المستقل، حيث اطلع على سير العمل في هذه المؤسسة الاقتصادية الهامة. وعقد رئيس الجمهورية اجتماعا مع إدارة وعمال ميناء وادبو المستقل، تم خلال هذا اللقاء استعراض آفاق عمل هذه المؤسسة الرائدة في مجال العمل المينائي والمشاكل المطروحة على عمالها ورؤيتهم للحلول المناسبة للتغلب عليها. ويبلغ طول ميناء وادبو المستقل حوالي 1000 متر، ويتوفر على رصيد تجاري يمتد على مساحة 120 مترا. تابع ورقة فنية حول ميناء وادبو المستقل. تقع مدينة وادبو على مفترق الطرق البحرية الدولية، مما يجعل من تنمية وتطوير مؤهلاتها كبوابة إقليمية أمرا ضروريا من أجل دفع عجلة التنمية للأمام وخلق فرص عمل جديدة. ويشكل ميناء وادبو المستقل منذ إنشائه دعامة حيوية وشريانا نابضا للتنمية الاقتصادية للبلد. وتحتوي المنشآت المينائية على ثلاثة أرصفة تتعلق بمجالات الصيد والتجارة والنقل البحري. وقد شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا مدفوعا بالرغبة في الاستجابة للضروريات والحاجيات التي يحتاجها مستخدم الميناء. وفي هذا الإطار تم إنجاز توسعة ميناء وادبو المستقل حتى يكون قادرا على استقبال السفن ذات الحمولة الكبيرة من البضائع الواردة إلى الأسواق الوطنية وغيرها. ولتحسين ظروف الاستغلال داخل الميناء تم العمل على ترميم شبكة الطرق وتوسيعتها، وكذا إعادة تأهيل وتدعيم شبكة الإنارة.
وفي سبيل تسهيل إجراءات المستخدمين مع الميناء تم افتتاح شباك موحد يضم جميع المصالح ذات الصلة سواء فيما يتعلق بالتجارية والمالية أو مصلحة الاستغلال. ولترقية المجال المينائي ومحيطه وسهولة عبور الملاحة تم نزع حطام 74 سفينة كانت تشكل خطرا على الملاحة في أعلى البحار ضمن تنمية مخرجات العملية المينائية. ولمواكبة نمو منطقة نواذيب الحرة وتسهيل الحركة التجارية الجديدة الناتجة عن التحولات التي تعرفها المدينة بات لزاما تطوير وعصرنة الموانئ القائمة وبناء منشآت جديدة من أجل زيادة العرض وتنشيط الدورة الاقتصادية أسوة بما عرفته مدن أخرى. وهكذا شرع سلطة منطقة نواذيب الحرة في إطلاق مشروع بناء ميناء في مياه الأعماق يعد من أهم المشاريع الهيكلية ذات الأولوية لدى المنطقة الحرة التي يتبع لها ميناء نواذيب المستقل. ومن شأن التحسينات التي تمت في ميناء نواذيب المستقل أن تعزز من حركيته ونشاطه وجاذبيته من خلال تعزيز صادرات البلاد المختلفة. وتعتبر مدينة نواذيب العاصمة الاقتصادية للبلاد وتتوفر على الشواطئ غنية بالأسماك وتتميز بمناخها المعتدل طوال السنة ما يجعلها أهم قطب اقتصادي وسياحي في البلد. نتابع فيما لي ورقة تعريفية لمدينة نواذيب مع زميل الفاقة والشيباني. نواذيب شبه الجزيرة التي تعيش في كنف المحيط الأطلسي تحث خطاها نحو آفاق تلموية واعدة لساكنة تزيد على 130 ألف نسمة، نقلة نوعية عرفتها خلال السنوات الأخيرة مما جعلها قطبا محوريا لقطاعات تنافسية هامة مثل الصيد والأنشطة الصناعية والمنجمية والخدمية والسياحية. محفزات ذلك تطوير البنى التحتية وتنمية المدينة من خلال الإصلاح الحضري في مجال الإسكان والتجهيزات والمرافق الخدمية بمختلف أنواعها إسهاما في تحسين ظروف السكان. وهكذا تم العمل على إضفاء هوية حضارية جديدة على المدينة لتصبح مدينة جذابة وعصرية. طرق حضرية تم إنجازها لربط أجزاء المدينة وفك العزلة عن مناطق الاستثمار والجذب السياحي والاقتصادي بغرض خلق ديناميكية بين مختلف مراكز الاستقطاب. ونظرا لمحدودية الطاقة الإنتاجية لحقل بن أنوار من المياه تم الشروع في تنفيذ مشروع تحلية مياه البحر لتعزيز وتأمين نظام المدينة بمياه الشرب فضلا عن وجود فائض في الطاقة الكهربائية والهوائية. ولأنها مدينة شاطئية بامتياز تم العمل على استصلاح المناطق المطلة على البحر بهدف استقبال شركات تصنيع المنتجات السمكية ومتعلقاتها وكذا دعم مؤسسات التسويق والتفتيش والرقابة والتكوين في إطار خلق قطب تنافسي للصيد الذي يشكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني. ولتعزيز العرض السياحي في ظل المميزات الخاصة للمدينة تم العمل على تحسين قدرات الاستقبال والضيافة بعد فك العزلة عن مناطق الجذب السياحي ومدها بالإنارة ومياه الشرب والكهرباء بعد ترسيم القطع الأرضية. هذه الإصلاحات وغيرها من المشاريع التنموية الكبرى من شأنها أن تعطي دفعا قويا لعجلة التنمية وتحسين ظروف المواطنين وتقريب كافة الخدمات الأساسية. وقد وصل رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز صباح اليوم إلى مدينة نواذيب لافتتاح منتدى استثمر في نواذيب 2018. وكان في استقبال رئيس الجمهورية لدى وصوله مطار نواذيب الدولي والي الولاية السيد محمد والأحمد سالم والمحمد رالا ورئيس سلطة منطقة نواذيب الحرة السيد محمد والداف وقائد المنطقة العسكرية الأولى العقيد أحمد عبد الودود مبارك والإداري المدير العام للشركة الوطنية للصناعة والمناشم السليم السيد أحمد سالم البشير ونواب الولاية في البرلمان وعمدة بلدية نواذيب والسيدة رجيبة بنت الدوكي وحاكم المقاطعة السيد أحمدنا والسيدبة وسلطات الإدارية والأمنية في الولاية وعدد من المسؤولين بسلطة منطقة نواذيب الحرة.